Hearing no objection, it is so decided. أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري أعدته الإمارات، وتبناه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 بمندوبيه الذين قبلوه بالتصفيق الحار. رئيس المؤتمر سلطان الجابر أشاد بالاتفاق الذي وافقت عليه حوالي 200 دولة، ووصفه بأنه حزمة تاريخية من التدابير التي تقدم خطة قوية للتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الإمارات فخورة بدورها في التوسط بالقرار الأول من نوعه، إلا أنه أكد في تعليقه عليه بأنه اتفاق جيد طالما يجري تنفيذه قائلا: We are what we do, not what we say. It makes this a day of gratitude. بينما وصفه مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوكي هوكسترا بأنه إشارة إلى بداية نهاية الوقود الأحفوري، مؤكدا أنها المرة الأولى التي تتخذ فيها خطوة مهمة جدا لحصر الاحترار ب 1.5 درجة مئوية. وقال وزير المناخ الدنماركي دان يورغنسن للصحفيين إن القرار يمثل تقدما تاريخيا في التطرق لمسألة الوقود الأحفوري، فيما اعتبره المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري بأنه بادرة أمل للتعاون العالمي في عالم تمزقه الحروب. وركز الجانب الفرنسي على أنها المرة الأولى التي يذكر فيها النص مرات عديدة مساهمة الطاقة النووية في مكافحة التغير المناخي، معتبراً على لسان وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانية روناشي أنه يمثل اعترافاً تاريخياً وانتصاراً دبلوماسياً بالنسبة لفرنسا.